السلام خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم خريجه انا وليداتي، بغيت نعرفكم على بيروت وعلى مناظر بيروت الخلابه. هذا الاول الفيديو خرجت بيروت، وفي المناطق الثانيين كاينه بزاف المناطق اللي غندوزو عليهم باش نوصلوا لصيدا. احنا رايحين على صيدا الشماليه، منطقه الشمال. والبنات شوفوا الدرا كتباع، شوفوا الكبال كيحطوا في الطريق بزاف ديال الكبال، يعني الذره. خوتي خواتاتي، فاش كتفكركم هاد الطريق في طرقنا في المغرب؟ ما شاء الله، مع الطرق المغربيه لا يعلى عليها. نفس الشيء سبحان الله، شوفوا على المناظر، شوفوا هالغيوم البيضاء مثل الثلج، والبحر زرق. البحر عندهم هما البحر الزرق، يعني اللون ديالو زرق زوين. وحنا احنا في المغرب عندنا في بعض المدن فيهم البحر الزرق. ايوا نتمنى الفيديو يكون عجبكم البنات. شوفوا البنات الالوان ديال البحر ما احلاه، شوفوا بسم الله ما شاء الله الاندماج الالوان. البنات حنا وصلنا عند الزعيم، فول الزعيم. هذه حمص بطحينه، وهذه الخضره هي النعناع البصله الفجل، وكاين هنا الخضره مشكله، والخبيز، وكاين المسبحه. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات، عنده الطعم ديال طعمتهم زوينه بزاف. يعني شوفوا الخبز ما شاء الله البنات، شوفوا البنات خلصنا الماكله وراجعين دابا على بيروت. وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساونيش من اللايك، ما تنساونيش من الاشتراك، وخصوصا لايك 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 البنات، لايك البنات. واي تعليق عندكم تكتبوا لي في الكومونتير، وكنشكركم بزاف على المتابعه، ونخليكم لاخر الفيديو، كملوه للاخير، وبارك الله فيكم.